احتفلت محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. انطلقت الاحتفالات بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء. وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، استمرت احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش. بنتهز الفرصة وبقدم التهاني بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر العظيم إلى الشعب المصري بصفة خاصة وإلى أهالينا في شمال سيناء، وبنترحم على أرواح شهداء محافظة شمال سيناء وشهداء مصر بالكامل اللي خاضوا حرب 73. بنترحم عليهم لأنهم الدماء اختلطت، دماء المواطنين مع دماء رجال القوات المسلحة مع دماء رجال الشرطة، الدماء اختلطت لكي تروي هذه الأرض بحيث يخرج نتيجة هذا نبتة صالحة لصالح محافظة شمال سيناء. الاحتفالات انطلقت بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء. بالنسبة لجامعة العريش، بنقوم من أهم القرارات الاستراتيجية اللي خاصة بسيناء كلها وإنشاء جامعة العريش، وبنعتبر جامعة العريش جزء أساسي من التنمية في سيناء، وبنعتبر بيت خبرة لجميع المشروعات بتتم في سيناء. وبقول دايما ان سيناء هي رؤيه قائد واراده شعب. اهالي الشيخ زويد يشكرون كل القوات المسلحه والشرطه المدنيه على المجهود الذي صارت بعد 7 سنين من ارهاب الاسود، والان نحن نمر بعمليه تنميه سيناويه عامه تحت رعايه القوات المسلحه والشرطه المدنيه. تضمنت الاحتفالات لقاء قيادات المحافظه مع عدد من الاهالي ومشايخ القبائل والمدن حول دور رجال القوات المسلحه والشرطه المدنيه لاعاده الاستقرار والامان الى ربوع المحافظه.